بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي الشباب فتيان الإسلام، حديثي إليكم اليوم عن الحب، وهذه الدروس بإذن الله تعالى كلها عن الحب، الحب الذي شوهت صورته وبهت معناه هذه الأيام، فصار في حياة الكثيرين منصرفا للتوافه، وعند البعض انصرف إلى ما يغضب الله عز وجل. تعالوا نبسط شوية الأسلوب. كتير من الأولاد وكتير من الشباب المخزون اللي في قلوبهم للحب اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إياه صرفوه في غير ما يريد الله سبحانه وتعالى، صرفوه للشهوات، امتلأت قلوبهم بحب الشهوات، أثر ذلك بالتالي على حبهم لله تعالى وحب ما يرضيه. يعني تلاقي البعض من الشباب وتلاقي البعض من الأولاد بيقدم الحاجة اللي بيحبها هو، حاجة اللي بيهواها، على ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وانا عايزك تسأل الشباب وتسأل الأولاد، هيتلاقي الكلام اللي انا بقوله لك صحيح. بص كده في وقت ماتش كورة، مباراة من مباريات كرة القدم، بيكون اهتمام الأولاد بيها قد ايه؟ ومن امتى بيهتموا بيها؟ من امتى؟ انا عايز اسمع منكم، انتوا قاعدين تتكلم مع بعض، ندردش مع بعض كده نص ساعة ولا حاجة، من امتى بيهتموا بيها؟ لا، قبلها بساعتين. ساعتين ايه؟ ولا يوم. لا، ده هو متابع اخبار الدوري واخبار الكاس من اول ما يبدا يترتب، يعني قبلها شوف بكام شهر ومين هيلاعب مين وعدد الفرق ودي بتلبس ايه ودي، خد بالك. يعني هل ممكن انت تلاقي واحد مثلا من الاولاد يلخبط مثلا الاهلي بيلبس ابيض ولا احمر؟ معقوله؟ لا، ده مش اهلي وزمالك دلوقتي، ده احنا بقينا فرق اجنبي. يعني احنا على ايامنا واحنا صغيرين كنا غلابه شويه، يعني كنا يا دوب اهلي وزمالك، واخد بالك، وحافظين كام واحد وبتاع وكده. لكن دلوقتي بقى اجنبي، تلاقي الشاب من دول، تلاقي الولد من دول يقعد يعد لك فرق العالم. هما كام فرقه بالمناسبه؟ ها؟ اللي بيلعبوا كاس العالم كام؟ محدش عارف؟ يعني انتوا معلوماتكم كده. ها، كام يا كابتن؟ ما عندكش برضه الموضوع. فتلاقي للأسف اهتمام كبير جدا بأمور ما اهتم بها الشرع بهذه الدرجة. أمر الرياضة في الإسلام مطلوب، آه، الإنسان يكون جسمه قوي، إنه يكون جسمه كويس، لكن أنت مش هتحصل ده بإن أنت تتفرج. هو اللي بيتفرج على الكورة هيبقى بيعرف يلعب؟ اللي بيتفرج على المصارعة هيبقى قوي؟ يبقى حاجة مطلوبة وإحنا ما بنحققها بحاجة تانية خالص. وتعالى بص عليهم وهم بيتفرجوا عليها، هو خلاص الماتش شغال وقاعدين يتفرجوا، حالهم بيبقى ايه؟ تركيز عندهم بشكله ايه؟ اقول لك بقى الخشوع، تلاقي هو قاعد ما بيحصلش في الصلاه، يعني استحاله يغلط في عدد الاجوان، يعني قاعد يتفرج على الماتش، بعد الماتش ما خلص يحصل خلاف في عدد الاجوان كام؟ ها؟ والدقيقه اللي جه فيها الجون، ومين اللي جابه؟ وجابه ازاي؟ ها؟ وبانهي رجل، اليمين ولا الشمال ولا من ورا؟ مش صح كده؟ بتحس ان هم قاعدين للصلاه، قاعدين في الايه؟ الكوره، ياخد بالك، في خشوع بالغ جدا. اما تقارن بقى حالهم ده بحالهم في الصلاه، تلاقيه واقف في الصلاه ما هوش عارف الامام صلى كام ركعه، خدت بالك؟ ولو اشد بقى من كده، لو سالته قلت له طب الامام قرا في صلاه، يقول لي انت كده هسالك بقى نجرب، الامام قرا في صلاه الظهر اول ركعه قرا سوره ايه؟ اه، تلاقي هو الراجل منتبه، هو بيقول لي ده سريه.
في بقى ناس تانية ما تحطش بالها, يقعد يفكر اه والله ده النهارده ده قرأ سورة ايه, واخد الموضوع بايه, بجدية, عمال يفكر سورة ايه, يا ده انا ما خدتش بالي ولا كنتش واخد بالي يا اخي. يعني شوف التوهان اللي هو فيه وصل لدرجة ايه. والراجل اللي كان عنده 4 محلات ياخد بالك, فكل محل ليه يومية, باع قد ايه وكسب قد ايه وخسر قد ايه. فواقف ورا الامام بيصلي, فبعد الصلاة الامام مش عارف صلى 3 ركعات ولا 4 ركعات, فاختلفوا ياخد بالك. فراح هو قايم قال له لا يا مولانا انت صليت 3 ركعات. قال له اشمعنى انت متأكد قوي كده؟ قال له انا عندي 4 محلات وكل ركعة بحسب فيها الفلوس بتاعت محل, فانا حسبت 3 محلات, يبقى باقي ايه؟ باقي ايه؟ حل ولا ركعة؟ بالظبط, باقي ركعة عشان في محل ما ايه؟ ما تحسبش اليومية بتاعته والإيراد بتاعه. يعني هو ما كانش بيصلي, كان فين؟ كان في المحل, كان عمال يحسب كسبنا ايه وبعنا بقد ايه. انا بهزرش, الكلام ده قصة واقعية حقيقية ذكرها الشيخ سعيد بن مسفر حفظه الله وسمعتها, وذكرها مرة تانية للدكتور محمد اسماعيل واحنا في الحج, والشيخ ذكرها لنا. يعني وردت لي من طريقين, فطبعا يقوي بعضها بعض, لا ده قوية جدا. فده حال فعلا كتير من الناس. وانتوا كشباب يعني انت وانت مثلا بتصلي والامام بيقرأ, مش احيانا اقول احيان كتيرة, تلاقي نفسك سرحت شردت, تفاجأ ان النبي بيقول السلام عليكم السلام عليكم خلص. لو انت نفسك اتسألت بعد ما صليت الامام قرأ سورة ايه, او انت نفسك قرأت سورة ايه, هتلاقي ناس كتير مش ايه, مش عارفة وما هيش فاكر. يبقى كان فين؟ كان سرحان. طب في الكورة بيسرح؟ لو هم قاعدين يتفرجوا على الماتش وواحد عدى كده من قدامهم من العيال, او حط ايده مثلا على الريموت وقفل التلفزيون, يعملوا فيه ايه؟ يا خبر, ده هيترمي من الشباك, مش ده مصيبه كبيره. هتلاقي الاب بيزعق, وبقى المشكله بقى لما يبقى الاب بيشجع فريق والام بتشجع فريق, توصل لطلاق. حصلت لما جت لجوزها قالت له ايه 3, يعني هي بتغيظه لانها كان فريقها جاب 3 في ايه في الفريق بتاعه, فقال لها وانت طالق بالـ3. فشوف الوضع وصل بالناس لحاله عامله ازاي. نفس الناس دول تعالى كده شوف حالهم في الصلاة, عشان أثبت لك إن إحنا اتضحك علينا يا شباب, إن الكرة دي صناعة أجنبية, صناعة يهودية أو يونانية أو غيره, زي ما اتكلمنا قبل كده في درسين عن إيه كيف تستعد لكأس العالم, اسمعوهم عشان تشوف تاريخ الكرة ده إيه. وإحنا بنقولش ما تلعبش, لكن التعلق الشديد ده والانصراف الشديد ده للكرة والانشغال الشديد ده بالكرة على حساب الدين وعلى حساب الصلاة, وإن يبقى أخواننا بيتقطعوا في ليبيا وفلسطين والعراق وإحنا هنا بنلعب وبنشجع, خدت بالك؟ ده موضوع في خلل كبير جدا. وتعالى قارن زي ما بقول لك حال الناس دي المهتمة جدا ومركزة جدا في الكرة, حالها إيه في الصلاة؟ لا ده انت استحاله طبعا هو يسيب الماتش ويروح ايه يصلي, يقول لك الصلاه باقيه لكن الماتش هيخلص, انا الجون اللي يضيع ما يتعوضش. وبعدين تقول له طب هيتعاد, يقول لك لا ده هي اول مره ما بتتشاف ليها حلاوه كده, ما ايه ده ايه اللي عايز, مش عارف عاوز اقول كلمه كده بس مكسوف. ده خلل كبير جدا يا جماعه. ده بعضهم بيبكي وهو قاعد بيتفرج على الكور, صح ولا انا كلامي غلط؟ يبكي يعني لو شاف بقى فريقه حصل مش عارف ايه, ولا واحد اتصاب وقلبه بقى معاه وزعلان عليه ومشكله كبيره, وهو نفس الشخص تلاقيه مفيش استعداد للصلاه, مفيش خشوع فيها, واخد بالك؟ في اهمال ليها ولا حول ولا قوه الا بالله. وهي بلا شك يعني مفيش وجه مقارنه بينها وبين الكور. تلاقي ده صنف من الاولاد. صنف ثاني من الاولاد تلاقي المخزون بتاعه اللي عنده بتاع الحب صرفه, واخد بالك, على البنات ومراسلة البنات والاتصال بالبنات. أنا وأنا في المدرسة ضبط ولد في حضانة باعت جواب لبنت في حضانة, والله يعني تخيل. والموضوع كله خلي بالك تقليد, لأن هو بيتفرجوا على الكرتون والبطل بيحب البطلة في الكرتون, أخد بالك, فهو عايز يمثل نفس اللي إيه نفس اللي شافه, أو أفلام ومسلسلات ويضحك علينا ونعيش الدور, ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضيع هو الحب اللي عنده, بدل ما يحب ربنا يبدأ يحب بنات وينشغل بيهم ويقف بقى معاها ساعة وساعتين وثلاثة
وتلاقيه تقول له يلا عشان هنصلي مثلا في رمضان تراويح خليك معايا او قيام وبتاع، الامام طول مثلا شويه وصلى ركعتين مثلا في ساعه ولا حاجه، يا سلام بقى على التعب اللي حصل له ورجلي اللي اتكسرت ومنك لله وبالراحه شويه وحرام عليك وخفف بينا، مع انه هو نفس الولد الحبيب وقف ساعه ولا ساعتين وما ايه ما ايه ما تعبش وما اشتكاش. اخدت بالك؟ انتوا عارفين الخلل هنا فين يا جماعه؟ انا عايز تتجاوبوا معايا وفي هدايا ان شاء الله للناس اللي مركزه. الخلل في ها لا في دي الخلل في القلب، لان الولد ده بيحب الكوره فقاعد لها ومركز لها، والتاني بيحب البنت فمعاها وتمام التمام، لكن الصلاه ها ما بيحبهاش. هتقولي يعني معقول مسلم ما يحبش الصلاه؟ مش هقول لك هو مش هيقول ما بحبهاش، بس هو في الواقع حبه للكره وحبه لكذا اقل من اكتر من ايه بكتير. خدت بالك؟ بعض الاولاد ما يبدا بقى يكبر شويه، احنا بنتكلم على مثلا سن الصغير، يبدا يكبر شويه يبدا ينشغل بقى، طب عايز فلوس وعايز ابقى غني وابقى زي فلان او زي الحراميه اللي بيسرقوا بالمليارات زي ما انتم سامعين الايام دي. وفي بعض الاولاد بيبقى قاعد يا كتير قوي عمال يحسب المليار ده قد ايه ويتصرف في كام يوم. في ناس مشغوله دلوقتي خد بالك ومش عارفين يحسبوه، يعني عذاب بقى، يعني عذاب دايم. خدت بالك؟ وبعدين انتم تستغربوش يعني فلان ده مثلا من الوزراء ولا من الرؤساء يقول لك سرق كام مليار؟ عارفين ارقام؟ اللي 18 واللي 3 واللي 40 مش كده؟ طب دول لو احنا شفناهم دول يعملوا وادي ذهب ولا ما يعملوش؟ وادي ذهب يعني مكان كبير بين جبلين كله ذهب. ما يعملوش يعني، يبقى عايز اقول لك الناس دي لسه فقراء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون ايه له ثان، ولو كان له ثان يتمنى ان يكون له ايه، يعني دي موجوده في ابن ادم اللي هو بعيد عن ربنا، تلاقيه قلبه تعلق بالدنيا وبالفلوس فعايز وادي ذهب. وادي ذهب مش هينفع يبقى لوحده كده، عايز حاجه تونسه فعايز له وادي ايه تاني. طب الاثنين يبقوا مع بعض يتعاركوا ولا حاجه نجيب لهم واحد ايه، فهو كده مش هينتهي لحد ما يموت واخد بالك ويتدفن والتراب يدخل بقه خلاص سكت، مش هيعرف يطلب بقى حاجه تاني. فما تستغربوش ده حال الناس اللي بعدت عن ربنا وتقعد تستغرب هو هيصرف المليار ده امتى ولا السبع مليار ولا هيصرفهم امتى ويعمل بيهم ايه؟ لا حتى ما هو بيفكرش كده والعياذ بالله. عشان كده تلاقي بعض الاولاد عايز ينشغل زيهم بالفلوس، يبدا عايز يقول لك اشتغل اجيب فلوس البس حلو واخد بالك اصرف على اصحابي اروح اتفسح مش عارف ايه الى اخره، وان كان ده على حساب الصلاه، لان العمل بلا شك في الاسلام قيمه كويسه جدا، لكن ان هو يصرفك عن الصلاه وعن العباده ويشغلك عن الله لا ده مش ما ينفعش. عشان كده عايز اقول لكم كتير من الشباب وكتير من الاولاد دلوقت مع القنوات ومع المسلسلات ومع الكرتون ومع الكوره خدت بالك الحب اللي في قلوبهم راح فين؟ ها سرح راح للحاجات دي. وبقى تيجي تقول له الصلاة والصيام والعبادة والقرآن وحب الحاجات دي تلاقي مفيش، ما عندوش رصيد. رصيده ايه؟ رصيده خلص نفد رصيده، مش صح كده؟ او نسينا برضو في تقاليع تانية المحاميل ومحمولي احسن من محمولك، وانا عندي بلوتوث وانت ما عندكش، وعندي كاميرا وانت ما عندكش، وبص تليفوني، وكل دي انشغالة مش هتفيد في الاخره طالما ما استعملتهاش في طاعه الله سبحانه وتعالى. وكتير من الشباب نوع تاني بقى او فئه تانيه، وكتير من الاولاد يشتكي يقول لك انا بدخل في الصلاه ما احسش انا بعمل ايه، مش حاسس بطعم الصلاه، مش عارف اخشع في الصلاه، مش حاسس بلذه، مش حاسس بمتعه. لا ده البعض بيقول لك انا حاسس انها تقيله عليا، يعني هو لازم نصلي يعني وكل شويه هنصلي وخمس مرات وكل طول ما انا عايش ولا في سنه هوصل لها مثلا هبطل صلاه ولا خدت بالك؟ ففي ناس كده، في اولاد كده. فعايزين نحل المشكله دي يا جماعه، عايزين فعلا نصلح قلوبنا عشان لما قبل الصلاه نبقى مشتاقين، وفي الصلاه نبقى خاشعين، وبعد الصلاه نبقى مستفيدين. شفت الثلاثه دول؟ اللي انا ابقى مشتاق للصلاه قبل ما اصلي فاستعد ليها، وانا في الصلاه ابقى خاشع ومركز، وبعد الصلاه الاقي الثمرات بتاعتها معايا. خدت بالك؟ التربيه الغلط اللي في بعض البيوت للاسف، اللي تقريبا كل صلاه تلاقي معركه في البيت. ليه؟ قوم يا ابني صلي. طيب شويه اقول له ايه؟ مش عندكم الكلام ده برضه في البيوت؟ قوم يا ابني صلي شويه وايه؟ معركه بقى كل صلاه كده. وفي بعض الاباء يرنوا بقى علقه
ياخد بالك ويروقه عشان ينزل ايه. هو بعضكم بيضحك اهو يعني ممكن يكون بيتعامل معاه كده خدت بالك. طب هو ايه اللي وصلنا اللي احنا نصلي بالضرب؟ عارف ايه اللي وصلنا لكده؟ ان الحب في قلوبنا ايه قل بقى ضعيف. كتير من الاولاد ممكن يكون او مش كتير يعني بعض الاولاد يكون ترك الصلاه خالص بسبب طريقه ابوه او والدته اللي هي نفرته وكرهته في الصلاه. مش عارف انا اقول لك انا مشفق على مين، على الاباء ولا على الابناء ولا على الاثنين؟ عشان كده بقول لك لو الاولاد دول من صغرهم كانوا رضعوا، هما بيرضعوا ايه الايام دي؟ سيريلاك. لو كانوا رضعوا مع اللبن حب، في ناس بترضع حب طق ليه فيه يحب القرآن ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي انتوا بتصلوش عليه اهو، مش كده؟ صلى على النبي بعشر حسنات يا بخيل، مش راضي تصلي عليه ليه؟ وتشيل عشر سيئات وتترفع في الجنة عشر درجات. فأي واحد قاعد معايا يسمع اسم النبي ما يصليش هقول له قوم روح، سامعين؟ ده شرط. فهو لو من صغره رضع حب ما كانش وصل للحالة اللي احنا بنقولها من شوية. لو من صغره او مثلا حتى اقول من 5 سنين من 7 سنين اتربى ان هو يحب الصلاه، ما كناش احتاجنا لما يكبر انه يتضرب عشان يصلي. ها، فضلا بقى عن ان هو يقف في الصلاه سرحان وما هوش حاسس بالدنيا، لا كان هيصلي بقى. وهجيب لك قصص غريبه جدا وجميله جدا لشباب زيكم، مش هقول ناس كبير عشان ما حدش يقول لي لا ده زيكم، وتبين لك ان ازاي الناس دي سبقتك في طريق الحب وعاشت اللذة بتاعت العبادة والمتعة وحبة الصلاة. عايزين نعيش يا شباب اللي عاشوه ده. كتير عايزين يدوقوا طعم الصلاة لكن حائرين، خد بالك، ومش عارفين ازاي نعيش الحب وازاي نتذوق طعم الحب. لهؤلاء جميعا الذين صرفوا الحب الى غير ما ينبغي ان يصرف له الحب، والذين فرطوا في الخشوع في الصلاة، والذين لم يعرفوا قدر الصلاة، لهؤلاء جميعا كانت هذه الكلمات وهذه اللقاءات إليكم أحبة الشباب. خصيت أنا الدروس دي بالأشبال، مش حول أطفال، لأن أنت مش يعني ماشي خليهم يقولوا عليك طفل، بس أنت كم من طفل كبير وكم من رجل صغير. تلاقي بعض الرجالة وبشنبات وتلاقي عيل صغير بيبان في إيه؟ تصرفاته واهتماماته، واخد بالك؟ تلاقيه بيهتم بحاجات هايفه، مش عايز اقول بقى امثله. وتلاقي بعض الاولاد مع انه صغير اهتماماته كبيره، عايش لدينه، عايش لامته، عايش لهدف، خدت بالك؟ فبيظهر في اهتماماته وتصرفاته. فانا عامل الدروس دي ليكوا انتوا، هم قالوا عليكوا صغيرين بقى قالوا عليكوا اطفال، انا عاملها ليكوا انتوا. طبعا الاخوه الكبار اللي حاضرين على راسنا من فوق، وهتستفيدوا ان شاء الله استفاده كبيره جدا، واعدكم ان شاء الله وعد إن اهتممت بما أقول وأخذت الأمر بقوة هتتغير 180 درجة أو 360 درجة في موضوع الصلاة وحب الصلاة والتعلق بالصلاة والارتباط بالصلاة بإذن الله تعالى. أحدثكم فيها عن الحب، والحب شق العبادة. يعني شق نصف العبادة، كلمة العبادة نفسها. عايز أسأل بقى، أما أقول العبادة كلمة عبادة دي معناها إيه؟ حاجتين، إيه هما؟ لا قولوا يا شباب. العبادة حاجتين، نص ونص. ها، لا صول التلاتة. العبادة مش عارفين العبادة، بقولك مش عارفين العبادة. هو واحد بيجاوب العبادة يعني ايه؟ ها، صلة العبد برب. الأستاذكو قاعد اهو. العبادة حاجتين، حب وذل. عليكم السلام. العبادة ايه؟ حاجتين، ايه وايه؟ ركز معايا، ايه وايه؟ انت مركز خالص. حب وذل. حب لمين وذل لمين؟ لله. حب لله وذل ليه. طب ما ينفعش تحبه بس؟ ليه؟ حب من غير ذل ينفع؟ تبقى زي مين؟ ها، زي ابليس. إبليس ما هو بيقول إن ربنا ربنا، فبعزتك لأغوينهم، قال ربي فأنظرني
يعني معترف ليه بالربوبية، أخد بالك؟ مش زيه من جميع الجوانب يعني، لأن هو كافر، لكن عايز أشبه بإيه؟ إن هو مع اعترافه بالربوبية لله سبحانه وتعالى، لكن ما سمعش كلامه، ما انقادش لله، ما ذلش لله، أمره بالسجود فما إيه؟ ما سجدش. يبقى لازم حب مع ذل، اللي أنت قلت ينفع من غير ذل ما ينفعش. أنت دليل اللي أنت بتحب ربنا إيه؟ اللي أنت تسمع كلامه. خدت بالك؟ عشان كده العلماء بيعرفوا العباد، يقول لك دي غايه الحب مع غايه الذل. يعني تحب ربنا من كل قلبك، اعظم حب تحبه لله سبحانه وتعالى، وتنقاد لذل لله سبحانه وتعالى، تخضع ليه، تسمع لكلامه، تنفذ الاوامر وتجتنب النواهي. لكن عشان تقول انا بحب ربنا وانا بحب ربنا بحب ربنا، اقول لك كلامك ده لازم يظهر، لازم يبان عليك، في ان انت لما تلاقي طاعه تعملها، ما تلاقي معصيه تجتنبها. عشان كده بقول لكم انا هحدثكم عن الحب، عن الحب ده شق العباده، لان العباده حاجتين، غايه الحب وغايه الذل. الحب لله سبحانه وتعالى، الحب للاسلام، الحب للقران، الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، الحب لما يحبه الله سبحانه وتعالى، وغايه الذل يعني الانقياد لله سبحانه وتعالى. وحدثكم عن الحب عشان عايز ابني العباده بتاعتنا على الحب. اي نعم، نحن نعبد الله عز وجل خوفا وطمعا، ويدعوننا رغبا ورهبا. انا احب واخاف، مش حاجه لا، الاثنين مع بعض، اطلب الجنه واهرب من النار. عايزين نعمل توازن، مفيش مانع، بس الشق اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي الحب، لان مفيش حركه في الكون يا جماعه الا ما تلاقيها مبنيه على الحب. حتى في الحيوانات، الحيوان اللي هو بيهتم بابنه، الام بترضعه، والاب مش عارف ايه والى اخره، كل ده بفطره جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. وحدثكم عن الحب عشان عايزين نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، عايزين نحب ربنا فيحبنا. وحدثكم عن الحب عشان عايزين نعيش الحب الحقيقي وننعم به، مش الحب اللي احنا لسه قايلينه من شويه بتاع ايه ولا بتاع ايه ولا لا لا لا، عايزين بقى نعيش طعم الحب الحقيقي. حدثكم عن الحب عشان تخف علينا العباده، عشان نشتاق للعباده بدل ما كتير مننا بيستتقلها. وحدثكم عن الحب لتنصلح قلوبنا، خاصة ما فسد منها، زي ما قلنا عن الشباب من شوي، عشان نلحق البقية اللي باقية اللي هي لسه ما تدنستش بحب غير الله والتعلق به. وحدثكم عن الحب لأنه من أعظم العبادات القلبية والأعمال الإيمانية التي تحفز العبد لطاعة الله عز وجل، ليس في الصلاة فحسب بل في سائر معالم العبودية. عشان كده تلاقي الإنسان اللي بيحب ربنا على طول ينقاد، على طول يسمع، غير اللي حبه ضعيف يعني شوية شوية يكسل، ولو عمل حتى يبقى قلبه مش حاضر ومش حاسس. عشان كده عايزين نتكلم عن الحب، حب الصلاة، وخاصية الصلاة. ليش معنى الصلاة؟ لا، في حاجات تانية، في حب القرآن وحب الصيام، ولعل ده يجي معنا في سلاسل تانية إن شاء الله. لكن أنا بدأت بالصلاة لأنها أهم إيه؟ أهم العبادات، أهم العبادات. فأنا عايزك إن شاء الله في الدروس دي، يعني لو عملناها كل يوم في اليوم مرتين ثلاث مرات، كل درس هقول لكم الدرس اللي جاي امتى ان شاء الله، عايزك تجهز نفسك اللي انت جاي تاخد ايه. ها؟ لا، جاي تاخد حب. ماشي، جاي تاخد جرعه حب. جهز نفسك في كل حلقه ان انت رصيد الحب عندك يزيد. وطن نفسك اللي انت جاي مسجد الرحمه للدروس دي عشان تزيد، مش جاي تسمع وخلاص. ما تقعدش زي القاعد ورا ده سرحان عمال يبص يمين انت تبص انت ليه؟ طيب هو بيبص انت ما تبصش، سرحان ما مش هنا ولسه قايلين ده دليل على انه حبه ضعيف. لان هو لو دلوقتي بدلي انا قدامه شاشه كوره كان قاعد ازاي؟ تردوا علي؟ ده حاجه صعبه قوي، بيقعدوا باصين كده تحس ان في اكن في جريمه مركز قوي، وتيجي وتقول له اسمع الدرس ولا احضر الشيخ هيتكلم، يبص كده ويبص كده ويرهش مش عارف ايه ويبص مش عارف ايه، وبعد كده يقول له الشيطان روح الحمام، يروح الحمام ويطلع من الباب اللي ورا. خدت بالك؟ انت كده بتضر نفسك. فين حب الله في قلبك؟ اللي هو يظهر بقى اللي انت تحب تسمع عنه، اللي انت تحب تسمع كلامه، اللي انت تحب تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي انت تحب الدرس، مش تبقى قاعد متضرر وتقيل ومتقل. لا، عايزك تبقى جاي عشان تزود رصيدك، اشحن. عارفين الشحن اللي على الهواء؟ هو ده الدرس بتاعنا، المفروض كده جايين نشحن قلوبنا جرعات حب يوميه. يبقى انت كده اما انت طالع من البيت والدتك بتقول لك رايح فين، تقول لها انا رايح ايه؟
رايح اشحن، رايح احب. ايه ما انت هتفهمها بقى عشان ما تروحش دماغها بعيد. ايوه انا رايح ازود حب، انا رايح اعيش النص ساعه ولا الساعه الا ربع اعيش الحب. وانت قاعد تبقى فعلا قاعد مركز في كده، كل كلمه تطلع انت مستني لا تخش على قلبك على طول، مش تخش كده وتروح طالعه من هنا، او ما تخشش هنا اصلا تعمل خلف دور وتروح راجعه تاني. لا تبقى قاعد مركز ان كل كلمه لازم تخش قلبك، لازم استفيد منها. تبقى عازم ان انت ما انتش طالع من الدرس الا مزيت، واخد بالك؟ تبقى عازم ان انت لازم تسال نفسك بعد كل درس انا استفدت ايه. معاك الكراسه بتاعتك، مش الناس اللي جايه اللي جاي اللي بيقول لك هنوزع لحمه ولا هنوزع خضار، يبقى جايب معاه حاجه ايه ياخد فيها. طب انت هتاخد في ايه؟ ها هتاخد في ايه النهارده؟ لازم يبقى معاك حاجه تاخد ايه فيها اللي احنا هنوزعه. يبقى جاي معاك الكراسه بتاعتك عشان تسجل، سجلت حديث، سجلت ايه، كتبت معنى قصه هتنتفع بيها بلا شك. وبعد كده اللي انت سمعته هتعمل بيه ايه يا شباب؟ ايوه هو صرحه تاني، اللي احنا قلناه وانت سمعته هتعمل بيه ايه؟ هتطبقه تنفذه. وانا عايز بقى واجب اقول لكم عليه مهم جدا وهنحاسب عليه وهندي عليه هدايا ان شاء الله في الدروس، وبفكروني عشان انا بنسى، ان انا عايز اللي انت بتسمعه ده تروح تنقله في البيت، سواء والدك والدتك اخوك اختك صاحبك، تقول له تعالى هكلمك عن الحب، لف من ورا، تعالى هكلمك عن الحب، هدي لك شويه حب. فاهمين ولا مش فاهمين؟ واخد بالك؟ اقعد مع والدتك كده مع مامتك وقول لها تعالي نحب، واقعد كلمها عن الايه؟ على الكلام اللي احنا بنقول، واحكي لها قصه سمعتها، اشرح لها ايه، اشرح لها حديث، عشان هي كمان تبقى عايشه معاك. فين بالظبط كده؟ تعالوا كده ناخد الجرعه الاولى من الجرعات بتاعتنا، جرعه حب، حب الصلاه. ليه يا جماعه احنا بنحب الصلاه؟ حد يعرف يقول لي ليه؟ اللي بياكل لب ده مش وقت لب في المسجد. ليه احنا بنحب الصلاه؟ ها يا استاذ؟ طب ما كل العبادات عبادات لله، اشمعنى الصلاه؟ مش في الجون دي؟ ها عشان صله، ها افضل الاعمال. لا ممنوع الكحه لو سمحت. ها ليه بنحب الصلاه؟ لا فكر، اشتغل معايا، ما تقعدش ساكت. ها ركن من اركان الاسلام. ها اقرب ما يكون العبد من ربه. طب اقول لكم انا حاجه، لان الصلاه بعضكم قالها، ركزوا بقى عشان ايوه الله ينور عليك، عشان تكتبوا بقى معايا ال 50 60 الحاجه اللي هنقولها دي. لان الصلاه اهم امور الدين، اهم امور الدين. يعني عندنا الانسان بيدخل في الاسلام ازاي يا شباب؟ بالصلاه، بالشهاده، يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، كده بقى ثبت له ايه؟ حكم الاسلام. ماشي، بعد بقى الشهاده، بعد الايمان، بعد التوحيد، ده اهم حاجه بقى الصيام ولا الزكاه ولا الحج ولا العمره ولا ايه؟ الصلاه. اهم حاجه بعد الشهادتين ايه؟ قولوا معايا ايه؟ الصلاه. من الاسلام زي الراس في الجسم، لو واحد شيلنا راسه هيمشي ازاي؟ لا ما انت بتعمل كده امشي ازاي؟ انت ليك كده راس إيه؟ ها هيمشي ليه؟ طب اهو بالظبط بقى كده، اللي ما بيصليش يبقى زي جسم من غير ايه؟ من غير راس. ينفع يمشي؟ ينفع يعيش يبقى كائن حي ده؟ اهو اسلام، اسلامك بقى دينك لما انت تتهاون بالصلاه اكنك عملت ايه في راسه؟ قطعت راسه. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يبعت للوزراء بتوعه والولاه بتوعه على البلاد، يا ابني اقعد ساكت. يقول لهم ايه؟ خلي بالك بقى سيدنا عمر كان ايه؟ كان ايه سيدنا عمر؟ ها؟ كان خليفة. خليفة يعني ايه؟ حاكم. يعني حاكم؟ رئيس الدولة المسلمة، وكان تحتيه زي الوزراء. يعني شوف دلوقتي الرئيس وتحتيه وزراء، تعمل كده مقارنة بين الرئيس بتاع دلوقتي وبين سيدنا عمر، يطلع مين أحسن؟ أكيد يعني. طب كتر خيرك، والوزراء بتوع سيدنا عمر ولا بتوع دلوقتي؟ بتوع دلوقتي فين؟ حاجه عجيبه والله، عاملين ايه يسرقوا في الناس وينهبوا. الله، خلينا هنا، خلينا مع مين؟ سيدنا عمر. كان يبعت سيدنا عمر للولاه بتوعه
يعلمهم ازاي يتعاملوا بقى مع الناس، واكتر حاجه يهتموا بيها ايه. لما دلوقتي عندنا وزير ولا رئيس، الرئيس يقول لهم اهتموا اكتر حاجه تهتموا بيها، اهتموا بايه؟ ها؟ الله صح، ايوه، ان كل واحد قبل ما يسيب الوظيفه بتاعته يبقى كوش وحوش، الحق قبل ما تمشي، خدت بالك؟ اهتموا اكتر حاجه، مثلا اهتموا بالطرق، واهتموا بالعيش، واهتموا بالزيت، واهتموا بالسكر، صح كده؟ هل انت لقيت رئيس بيقول لوزير اهم حاجه عندنا الصلاه؟ ده ايه الموضوع ده؟ في ناس بالنوع ده. في سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول نغمات التليفون الموسيقى حرام. في سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول كان يقول للعمال بتوعه واعلموا، او يقول ان اهم اموركم عندي الصلاه، يعني بينصحهم يقول لهم اهم حاجه عندي ايه، وبالتالي هم هيقولوا للناس ايه اهم حاجه عندنا ايه، الصلاه. عشان كده يقول لهم اللي حفظ الصلاه يبقى حفظ دينه، واللي ضيعها يبقى هو لما سواها اضيع. طالما ضيع الصلاه هيضيع غيرها، يبقى كله ضاع عليه. ولا حظ، احفظ الجمله دي بقى، ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. يعني انت حظك من الاسلام على قد حظك منين؟ من الصلاه. ما بتصليش يبقى ايه؟ مالكش حظ في الاسلام. شفت الخطوره؟ الصلاه لانها اهم امور الدين، الانسان لما تلاقيه بيصلي تلاقي الصلاه تعينه على باقي امور الدين، ولو ما صلاش تلاقي بقيه امور الدين كلها راحت. اقول لك مثال، في رمضان في ناس تبقى صايمه وايه؟ ركز معايا، في ناس تبقى صايمه وما ايه؟ وما تصليش. طب في بيصلي وما يصومش؟ طب ليه؟ ها؟ ليه يا شباب؟ ها؟ لا، لأن الصلاة بتجيب الباقي، بتعينه على بقية دينه. خدت بالك؟ لكن اللي سايب الصلاة ده يبقى سهل إنه ما يصومش. شفت الفرق بقى؟ عشان كده كل ما تهتم بالصلاة وتتقن الصلاة، كل ما تلاقي دينك بقى متين، بقى قوي، بقى كويس. كل ما سهل عليك اللي أنت تجيب الطاعات التانية، لأن الصلاة بتحسسك اللي أنت عبد، حط راسك في الأرض وتقوم وتقعد خدت بالك؟ الصلاة بتحسسك إن ليك رب تعبده ويأمرك وينهاك، فتبقى دايماً مركز، دايماً في دايرة العبودية. تلاقي حتى الإنسان لما نفسه تروده على المعصية، لو كان مصلي ومتقن لصلاته تلاقيه يبعد. إن الصلاة تنهى إيه يا أستاذ اللي سرحان؟ ها؟ عن إيه؟ الصلاة اللي هي الصلاة الخاشعة، الصلاة التمام، تلاقيه تنهاه عن المعاصي. لانه دايما مركز، ان هو متذكر انه عبد لله في دايره العبوديه. عشان كده ربنا امرنا ان احنا نستعين بيها، واستعينوا بايه؟ بالصبر والصلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم برضه لسه بيصلوش عليه. شوف الناس اللي ما اتحركتش شفايفها دي اروحها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ راس الامر الاسلام. شوف الدين ده اعلى حاجه فيه راس الانقياد لله والتسليم، ان انت تسمع وتطيع. وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. انتوا عارفين في الصحراء الناس بتعيش في ايه؟ الخيام. الخيمة بتتعمل ازاي؟ ايوه، يعني عمود في النص كده، وايه؟ وفوق العمود ايه؟ الخيش، الجلد، القماش، صح كده؟ طيب، وفي الجوانب تحت على الأرض يبقى في ايه؟ اسمه الأوتاد، الوتد اللي بيدقه في الأرض ويربط فيه الايه؟ طب عندنا واحد عايز يعمل خيمة من غير عمود في النص، هيدق حاجات في الجنب كده ومفيش عمود في النص، هتبقى الخيمة فين؟ هي والأرض أرض أرض، مفيش إيه؟ ما وقفتش أصلا. أهي الصلاة هي العمود، الصلاة هي عمود الإسلام. يبقى الإسلام هو الإيه؟ الخيمة، والعمود بتاعه إيه؟ لو العمود راح يبقى الإسلام بتاعه فين؟ على الأرض. شفت الخطورة؟ يبقى اهتمامك بالصلاة إسلامك قائم، إهمالك في الصلاة ساقط. شوف أنت ما ترضاش في المدرسة اللي تلاقي الشهادة في الآخر مليانة كحك وبسكوت، أنت طالع كده في آخر الإيه؟ آخر المدرسة، آخر في الامتحان. ما بالك بقى لما تبقى عند ربنا ساقط. واعلموا، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. الصلاة قوام الدين، زي ما العمود قوام الخيمة. عشان كده كان الصلاة لها قدر عند الصحابة غير أي عبادة تانية، لدرجة ممكن يبقى واحد منهم مغمى عليه. ها؟ المغمى عليه دلوقتي بنعمل فيه إيه؟
فوقه بايه؟ بميه، ببصله، بايه؟ بايه؟ قلم. انت هتموته بقى بريحه. هما بقى كان الواحد ممكن يبقى مغمى عليه يفوقوه بالصلاه. ده يدلك على ايه؟ على الحب. قلوبهم طفحه حب، فاول ما تجيب له اسم الحاجه اللي بيحبها ايه؟ عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما دخلوا عليه وهو متغطي مسجى، ان انتوا عارفين مات ازاي سيدنا عمر؟ مين اللي طعنه؟ ابو الولاء المجوسي، اللي هو دلوقتي الشيعة في ايران عاملين له ضريح قبر يعني، وبيطوفوا حواليه ويعملوا له عيد ويعملوا له ميلاد وبتاع، وفرحانين بيه جدا. ليه؟ لانه قتل عمر، وهم بيحبوش عمر، بيشتموا عمر وبيسبوا سيدنا عمر وبيلعنوا سيدنا عمر، الشيعة بتوع ايران وغيره والعياذ بالله تعالى. جاب خنجر ليه حدين، يعني سكينة لها سلاحين، وحط عليها سم، واختبأ لسيدنا عمر في المحراب يعني في أول المسجد قبل صلاة الفجر. طبعا زمان ما كانش فيه أنوار وبتاع وكده، كان الناس تصحى الفجر تروح تصلي، خدت بالك، وعلى ما الشمس تطلع، الشمس غربت خلاص ما فيش نور، اللي ولع شوية حطب ولا بتاعه خلاص. فده استخباله في المحراب لحد ما كبر، سوى الصفوف سيدنا عمر وكبر الله أكبر، دخل في الصلاة، راح هو طالع منقض عليه وراح طعنه كذا طعنة في جسمه، طعنة منها في بطنه في معدته خرمها والعياذ بالله تعالى. طبعا سيدنا عمر أغمى عليه وقع على الأرض، والصحابة طبعا واحد منهم طلع كمل الصلاة مكان سيدنا عمر، والناس اللي في آخر الصفوف بعيد ما فيش بقى ميكروفونات ولا غيره، مش سامعين سيدنا عمر، فعمالين يقول سبحان الله سبحان الله عشان يشوفوا في إيه، لحد ما الصلاة خلصت. فطبعا الخبر انتشر، الصحابة بدأوا عايزين يهجموا على أبو الولوة ده عشان يمسكوه معاه، طبعا السكينة بتاعته عمال يضرب في ده ويضرب في ده، ضرب له حوالي 13 راجل كمان، لحد ما واحد من الصحابة خلع العباية بتاعته وراح رميها عليه، فعرفوا إيه، فلما لقى نفسه هيتمسك راح ضارب نفسه. ماشي كده، خدوا بقى سيدنا عمر وحاولوا يشربوه حاجه، يشربوه لبن بتاع، فلو يشرب ويطلع من ايه؟ من الجرح بتاعه، فادركوا ان هو خلاص هيموت رضي الله عنه وارضاه. انا عايز اعمل معاكم سلسله دروس ان شاء الله في الاجازه عن قصص الصحابه، جميله قوي قصص الصحابه، ونعيش المعاني الايمانيه اللي فيها باذن الله تعالى تيجي في الصيف. الشاهد ان هم سيدنا عمر اغمى عليه، وهو صلى ولا ما صلاش؟ انت نايم كمان اهو مش مركز مع الكوره، انت صلى ولا مصلاش؟ مصلاش. فعايزين يفوقوه، فدخل عليهم واحد من الصحابه اسمه المسور بن مخرمه، فقال لهم ايه اخباره؟ ايه احواله؟ قالوا له انت شايف اهو. فقال لهم صحوا بالصلاه، مفيش حاجه تصحوا بيها زي الصلاه. فراح مقرب كده من عنده كده وقال له ايه؟ الصلاه يا امير المؤمنين، يعني زي يقرب من ودنه كده، الصلاه يا امير المؤمنين. فقال ها الله، وايه؟ وفاء. لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفاء. شوف أول ما سمع الكلمة، الكلمة بيحبها والعبادة بيحبها، ففوقته. شوف بقى الحاجة دي تخلي، خلي بالك، توجع القلب قوي لما يكون بعضنا دلوقتي الصلاة مش عايز أقول بيكرهها، صعبة قوي على لساني، بس ده واقع. يجي يقوم للصلاة متكاسل، وده حال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسلان كده، عمال يجر في رجليه وبالعافيه ويتوضى بالراحه، ويجي يتوضى حتى يمسح كده، مش يغسل كده، ويظبط الاعضاء بتاعته حلو، ويستنشق ويتمضمض ويحسن بقى، لان انت هتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده دليل على عدم رغبته في الصلاه، الحب بتاعه ضعيف، عنده نقص حب. لكن شوف سيدنا عمر حبهم للصلاه، حتى الكلمه بتاعت حتى سماعها بيأثر فيه، يعني يفوقه من الاغماء بتاعه. احنا دلوقتي عايزين الاغماء اللي احنا عايشينه ده يا شباب نفوق منه، ان كتير مننا ضعف حب الصلاة في قلبه. تعال نشوف القصة العجيبة ديت لبعض الشباب. عنده 13 سنة، يعني طالب في سنة كام؟ تاني اعدادي، اولى اعدادي تاني اعدادي. فبعض الاخوة يقول ان هو جابوا له الجثة بتاعته، ياخد بالك، عشان قالوا له ابننا مات وعايزينك تغسله. كانوا جايبين معاه كمان راجل كبير، يعني جت جثتين في المغسله في وقت واحد. اعرف بقى القصه عشان تحكيها فين؟ لاصحابك في المدرسه وكده. المهم الراجل ده لقوا عليه علامات وحشه،
وشه مسود واخد بالك، واول ما حطوه في القبر القبر وقع عليه، تبقى كده علامات بتظهر على بعض الناس عشان اعمالهم وحش. والولد الصغير ده اللي هو 13 سنه لقوا عليه علامات مختلفه تماما. الشيخ بيقول اول ما جبناه وكشفت عن وشه واخد بالك، المغسلين اللي كانوا موجودين بقوا بيتعاركوا، ده يقول انا هغسله، ده يقول انا هغسله، لا انا اللي هغسله. ليه؟ لانه لقوا وشه منور. يقول لك مش لا لا، وكمان ايه، بيضحك مش بيبتسم، يعني واحد ميت وبيضحك وبالنور طالع بيشع كده من وشه. خدت بالك؟ فلقيت بسال الشاب ده او الطفل ده جاي مع مين؟ المفروض يبقى جاي مع ابوه مع اخوه. فلقيت اول واحد داخل بيه امام المسجد، اللي فعلا ممكن تلاقي الشيخ اللي في المسجد او الاخ اللي بيربيك تحبه حب شديد جدا، فشوف العلاقه اللي بينه وبينه، فكان هو اللي داخل معاه في التغسيل. فقلت انا لازم اسال الشيخ ده الولد ده احواله ايه، عشان هو ازاي حالته جميله كده وشكله والابتسامه اللي على شفايفه دي ايه. فما لحقتش وانا بغسله، قلت ايه، هروح المكان المنطقه اللي هم فيها في العصافره بتاع، اروح اسال عن قصه الولد ده. ففعلا رحت، فالامام اللي هو امام المسجد واخد بالك قعد بقى يذكر السبب في ان الولد ده الموته بتاعته كانت جميله. قال ايه بقى يا ترى؟ وانا عايز قبل ما اقول زي ما اتفقنا الكلام اللي هنسمعه نعمل ايه؟ هو وصل لكده ليه؟ لحاجات بيعملها حولها لك اهي، احرص بقى اللي انت تعملها زيه. الشيخ بيقول ايه؟ بيقول الولد ده لو احنا المسجد فيه اربع عمدان هو الخامس. لو مسجدنا فيه اربع عمدان هو الخامس، ده معناها ايه؟ موجود ملازم للمسجد. ما بقولش مش معناها ان انت تسيب الشغل وتسيب لا الصلوات، يعني الاهتمام بالصلاه. بيقول لك والله ما فقدتوش في اي جماعه من الجماعات خالص الا اليوم اللي مات فيه، كل صلاه الاقيه ايه في المسجد وراي، وكمان لما يقف في الصف يبكي ويبكي اللي حواليه من خشوعه في الصلاه. شوف حبه للصلاه وهو قدك اهو في السن، مش كبير قوي. فقلت له طب هو مات ازاي؟ يوصف لي كده اللحظات الاخيره في حياته مات ازاي. فالشيخ قال ايه، في يوم من الايام وفي صلاه الفجر اتقدمت عشان اصلي بالناس، فببص واقول لهم استووا، ما لقيتش الشاب وراي. قلت اكيد هو ايه هيجي بعد، هو كان متعود يبقى في الصف الاول، فقلت إيه ممكن يجي، هيجي متاخر راحت عليه نومه. فالمهم خلصت الصلاه، وبعد الصلاه ما خلصت برضه ما لقيتهوش، فبقيت قلقان، قلت هو فين وما جاش وازاي وليه. فرجعت البيت وانا عمال افكر، قلت ممكن يكون مريض، ممكن يكون حصل له حادثه، حصل له حاجه، فقلت لازم اروح بيته واسال عليه. وفعلا راح البيت، خبط على الباب، فتح له ابوه، فقال له ايه الخبر؟ فين فلان؟ ما جاش ليه؟ فقال له الحقنا يا شيخ. قال له ما، قال له في ايه؟ قال له انا بصحي ابني وبقعده واسنده ومش راضي يقوم ولا بيرد عليا. فروحنا على طول داخلين على الاوضه بتاعته، فبيقول اول ما دخلت وبصيت عليه بقيت مش عارف ابكي ولا افرح من المنظر اللي انا شفته. شاف ايه؟ قال لقيت وشه ما شاء الله منور، يقول لك وشه كده زي اللبن الحليب، هو ما كانش اصلا ابيض، يعني هو الولد مش ابيضاني يعني، لا ده هو يعني ايه لونه كده زي مش ابيضاني مش اجنبي يعني، خدت بالك؟ فاستغربت يعني هو ايه البياض وايه الجمال اللي على وشه ده. رحنا واخدينه بسرعه على المستشفى، فلما دخلنا بيه والطبيب شافه قال ده ميت من ساعتين، يعني انتوا بتحاولوا في ايه؟ ده خلاص ده مات وبقاله ساعتين ميت. فقلت لابوه طيب هو ايه اللي حصل؟ احكي لي بقى قبل الليله دي او قبل ما ينام كان ايه اللي حصل؟ قال له ده حصلت حاجه غريبه قوي، اول مره تحصل. قال له ايه؟ قالوا دخل علينا الولد ده بالليل بيضحك مبتسم فرحان، عمال يقول انا اسعد واحد في الدنيا، انا فرحان جدا، لو الدنيا دي كلها دخلت في قلبي قلبي هيسعها، انا سعيد. فاستغربنا وفرحان، قلنا يكون حصل حاجه في تعبان، فقلنا له مالك انت تعبان انت؟ قال لا مفيش حاجه، انا فرحان قوي، انا حاسس بسعاده ما حسيتش بيها قبل كده. ويجي على والده يبوس راسه ويبوس ايده، ويجوا على والدته نفس الكلام وجدته، ويقول لهم سامحوني لو انا قصرت في حق اي حد منكم يسامحني. ماشي؟ مع انه بيقول لك كان اكتر واحد في الاولاد بيبر ابوه وامه، وفضل على الحاله ديت السعاده واللي هو كان فيها، ولحد ما جاء وقت النوم قال لهم ايه انا رايح انام، راح نام ما صحيش. شوف بقى اخر حاجه في حياته كانت ايه؟
انه يسترضى ابوه وامه ويقول لهم سامحوني، واخد بالك؟ وشوف تعلقه بالصلاه كان سبب لايه. العجيب ان الامام ان هو بيقول بقى انا قابلت الامام ده بعديها بمده بشهر ونص بشهرين، فقلت له ايه الاخبار؟ قال لي انا هقول لك بشرى. قال له ايه؟ قال له شفنا رؤية يعني في المنام للولد ده، امه اخد بالك رأته امه ورآه ابوه وكذلك جدته، الثلاثة شافوه في منظر حسن، يعني شافوه في المنام حلموا به ان هو قاعد في مكان فيه اشجار وانهار وفي نعيم ولابس ملابس جميلة جدا وعليه تاج ووشه زي القمر بعد ما مات، وبيقول لهم ايه؟ ابشروا، يبشرهم امي على خير وابي على خير وجدتي على خير. فشوف القصه وشوف حب الصلاه عمل ايه، وشوف التعلق بالصلاه واخد بالك والاهتمام بيها وصل لايه. وادي قصه معاصره، مش جايب لك قصه من ايام الصحابه ولا من ايام التابعين، لا في ايامنا، عشان اقول لك انت لو بقيت فعلا معانا في الدروس دي وحبك للصلاه زاد وتغيرت، ان شاء الله تبقى الخاتمه بتاعتنا كده، وده اللي احنا عايزينه. عايزين فعلا تتغير علاقتنا بالصلاة، عايزين فعلا يزيد حب الصلاة في قلوبنا، عايزين فعلا نهتم بالصلاة، عايزين نفهم ازاي نخشع في الصلاة، عايزين من الآخر نعيش الحب، وده اللي هنكمله ان شاء الله في الدروس بتاعتنا بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.